بمعنى أصح كل ما التنمر بيزيد كل ما الأذى النفسي الواقع على صاحب المشكلة بيزيد. أنا جاية النهاردة أتكلم معاكم وأحكي لكم عن قد إيه ممكن تكون الكلمة سبب في أذى نفسي لدرجة إنها ممكن تدمر طموح إنسان أو زي ما بنقول تكسر قلبه. أنا قصتي بدأت بمرض مزمن أو زي ما بنقول مرض العصر. جالي سكر وأنا عندي 9 سنين طفلة لا حول لي ولا قوة. كل اللي في دماغي إني عاوزة آكل زي ما أنا عاوزة وأنزل أجري وألعب براحتي، ما يكونش في تحفظات على حركتي خالص ولا على حياتي يعني عامة. كانت أول مرة أشوف الحزن في عيون أهلي، أول مرة أشوف والدي متأثر والدتي بتبكي وأنا مش فاهمة هما ليه زعلانين؟ ما أنا تعب شوية وخلاص هيروح. كان الموضوع بالنسبة لي شبيه بالكارثة، إزاي إني هتهرم من أكل الحاجات اللي بحبها؟ واحدة واحدة بدأ الموضوع يكبر أكتر واكتشف إن أنا هاخد حقن أنسولين كل يوم، والموضوع مش كده وبس، لأ ده انا هتشكشك كل يوم عشان اتابع مستوى السكر بتاعي. في مخيلتي في البدايه ان الموضوع هيكون فتره مؤقته يعني زي علاج البرد، فتره وهاخد الحقن شويه وخلاص على كده. يعني كنت بقول لهم ايه، انا خلاص خدت الدواء وخدت الحقن فسيبوني ارجع تاني امارس حياتي العاديه والدنيا تمشي وترجع لمجراها الطبيعي اللي كنا عليه. عدت فتره وهم بيحاولوا يفهموني ان ده مرض مزمن مش يوم ولا اتنين، المرض ده هيكمل معايا حياتي كلها. بعد ما عدت سنه ورا الثانيه اكتشفت حاجه غريبه جدا، اكتشفت ان في ناس بتخبي مرضها. اتعاملت مع بنات وولاد في سني 10 سنين 11 سنه لقيتهم بيداروا مرضهم. اكيد المرض ده عيب او مشكله ما ينفعش انها تظهر للناس، وكون ان انا اتكلم واقول ان انا عندي سكر ده هيكون منكر ليا جدا. من اكتر المواقف العالقه في ذهني لحد النهارده نظرات الشفقة وكلام بعض الناس زي يا حرام دي جالها سكر هتكمل حياتها ازاي؟ دي لسه صغيره قوي هتعمل ايه في اللي جاي من حياتها؟ كان بالنسبة لي كلامهم ده يعني بحس ان هو ألمي منه أو وجعي منه يكاد يكون أكثر من وجعي من حقن الأنسولين نفسها. عدت فترة والمواقف بدأت تظهر بالتدريج، كلام الناس بدأت أسمعه أكثر، يا حرام أنت عندك سكر، يا نظرات الشفقة إن دي بنت عندها سكر، كانت بتحسسني إن أنا في حاجة مش مظبوطة أو عندي نقص في حاجة معينة المفروض ان ده مش حقيقي. على النقيض خالص كان اهلي، وعشان اكون منصفه انا عمري ما سمعت من حد فيهم كلمه وجعتني او ممكن تكون حسستني ان انا مش انسانه طبيعيه 100%. كنت دايما شايفه ان هم واقفين معايا، وعلى الرغم من خوفهم المستمر عليا لحد النهارده الا ان الاقوى في علاقتنا كان دايما الدعم المستمر. عدت فتره والشيء بالشيء يستر زي ما بنقول، زي ما كان السكر جانب وحش جدا ومظلم وعانيت كتير ومريت بمحن كتير وقد ايه كانت الشمشكه وحقن الانسولين موضوع صعب وكارثه بالنسبه لي، على قد ما كان السكر جانب بطيء جدا في حياتي. علمني افهم اهميه كلمه النظام وان الاكل مش عمال على بطال وان صحتي ليها عليها. عدت فتره والدنيا بتلطش يمين وشمال والامور مش مستقره، لسه مش فاهمه السكر ايه وجالي ليه وعشان ايه، لحد ما قررت ان انا مش لازم استسلم لكلام الناس، وإن كلام الناس عمره ما بيقدم بس بيأخر. وساعتها بدأت أفكر وأقول أنا ليه يعني زي ما كنت حاطة في دماغي إن أنا عندي طموح ونفسي أوصله وأعمله
اخش جوه اعمل ده. كان عندي حلم كده صغير اني ادخل مدرسه المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. استنى. وفعلا قدمت في المدرسه وجالي اختبارات القبول ودخلت وعديت اختبارات القبول واتقابلت في المدرسه. يوم ما اتقابلت في المدرسه كان يوم مش طبيعي. كنت اسعد انسانه في الدنيا. وقتها بس لقيت الناس حواليا مقسومين فريقين. فريق فرحان جدا وبيقولوا زوير راح وزوير رجع، والفريق الثاني لاموا وعابوا اهلي. انتوا ازاي هتسيبوا بنتكم تدخل مدرسه داخلي؟ انتوا ازاي هتأمنوا على بنتكم تكون بعيده وهي عندها سكر؟ سمعت كلام كتير زي ان انت اهلك قاسيين، ازاي جابوا قلبي يسيبوكي تدخلي المدرسة وتقعدي فيها لوحدك في سكن داخلي وتتعاملي لوحدك. وعلى الرغم من كم الانتقادات اللي انا سمعتها وقتها الا ان انا ما كنتش حاطه في دماغي اي حاجه خالص. كان كل هدفي ان انا اكمل في الطريق اللي ماشيه فيه وادخل المدرسه. كان كل كلمه بيقولوها بتحسسني ان انا مش انسانه طبيعيه ليا حق ان انا احقق جزء من طموحي. ودخلت المدرسه. بعد ما دخلت المدرسة اكتشفت ان الموضوع ما كانش بالسهل اللي في دماغي. كون ان انا ابعد عن ماما وبابا فجأة وانا لسه خلصت تالتة اعدادي، يعني طفلة يعتبر، ما كانش الموضوع زي ما انا متخيلة انه هيكون بسيط جدا او سهل وهعرف اتعامل واكون واقفة على ارض ثابتة. قعدت سنتين في المدرسة اتعلمت فيهم كتير. بنيت شخصية مختلفة تماما عن اللي انا كنت عليها. اتعلمت ازاي افكر تفكير منطقي سليم وازاي اهندل الامور باستراتيجية رهيبة. واهم حاجة اتعلمتها ان انا اعتمد على نفسي. من وقت